الله وبركاته. مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده بقى ما شاء الله تبارك الله، قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا بنسمي الله ونصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تشرح بها صدورنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. احنا بقى دلوقتي يا حبايب قلبي نازلين الارض الزراعيه ما شاء الله، جوله كده في الارض الزراعيه مع بعض. ما شاء الله حاجه جميله تبارك الله، الخضره والماء والوجه الحسن زي ما بيقولوا. الخضره ما شاء الله تبارك الله جميله جدا ما شاء الله في الارض الزراعيه اهو يا حبايب قلبي بنصور معاكم، والشمس طالعه وجميله وحاجه ما شاء الله تبارك الله. شايفين يا حبايب قلبي ما شاء الله، دي الباميه الخضراء في قلب الارض اهي، شكلها ما شاء الله جميل. والبيوت في قلب الزراعه كده شكلها حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. زي كده الخضره ما شاء الله حلوه شكلها جميل، وده نعناع اخضر اهو مزروع في قلب الارض، دي فاصوليا ما شاء الله تبارك الله. الزراعية ما شاء الله تبارك الله، النحل خلية نحل ما شاء الله. دلوقتي العسل بقى بتاع البرتقال، لأن قطفة البرسيم خلاص. ده ذرة يا حبايب قلبي صغير لسه بيطلع ما شاء الله تبارك الله، والمكن بتاع المية شغال، والخضرة جميلة ما شاء الله. هاي الأرض الزراعية حلوة 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 ما شاء الله. وده رز كمان اهو، ارض مزروعه رز زي ما انتم شايفين بالشكل ده، رز مصري ربنا يوسع علينا وعلى كل مسلم يا رب. ده رز ودي يا حبايب قلبي ما شاء الله تبارك الله ملوخيه فلاحي شكلها جميل تبارك الله، زي ما انتم شايفين كده. دي ملوخيه اهي هنعملها على الشوربه، بنقلعها من قلب الارض اهو زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا ما شاء الله. مش قادره اخلعها، حاجه جميله ما شاء الله. اول مره نروح الارض ما شاء الله، عشان كده فرحانين قوي العيال، واحنا كمان فرحانين ما شاء الله. باميه وملوخيه وبدنجان والخضره حاجه جميله ما شاء الله تبارك الله. شايفين الملوخيه عامله ازاي صبحه، وحاجه جميله قوي ما شاء الله. ده ما شاء الله والله العظيم ريحته جباره، النعناع بلدي، نعناع بلدي مش زي كمان اللي احنا كنا نازلين بفيديو قبل كده ومخزنينه، لا ده نعناع بلدي لسه مقلعينه من الارض، لسه مقلعينه من الارض ما شاء الله، ريحته جميله. فوائد النعناع طبعا بيداعي المغص وجميل جدا، وبيداعي الصداع ومفيد جدا للهضم، وحاجات كتير جدا جدا جميله في النعناع. سبحان الله يا حبايب قلبي شايفين الارض ايه، الخضره والميه بتاعت الري اهيت، او موتور الري مش عارفه هي ماكينه ولا موتور، ماكينه اه بيقول ماكينه بتطلع الميه ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتم شايفين جميله ما شاء الله، شايفين كمان سبحانك يا رب، والله حاجه جميله قوي 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 ما شاء الله. شايفين يا حبايب قلبي الميه والبامية والرز والجرجير والنعناع، كل حاجه ما شاء الله جميله ما شاء الله، حاجه جميله. طبعا هما ما بيخلعوهوش كله، بيقروطوه عشان يطلع تاني اهو ما شاء الله تبارك الله، ريحته جميله. الله 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 الله، كاننا طلعت الارض والله الخضره والحاجه دي ما شاء الله جميله. وهو يا حبايب قلبي ما شاء الله، دي الباميه اهي بنجمعها من على الشجر، شكلها جميل ما شاء الله. شايفين صغيره وجميله ازاي اهي يا حبايب قلبي. دي الباميه الخضراء اهي من على الشجر ما شاء الله، شكلها جميل وصبحه وجميله ما شاء الله. طبعا احنا مش عارفين، الله يكون في عون الفلاحين والله يا حبايب قلبي، بتشوك ما شاء الله اهي. طبعا بتتعمل مع اللحمه بتبقى جميله، والباميه لما بتبقى طعمها خطير مسكره وزي الفل. زي ما انتم شايفين كده الارض الزراعيه شكلها حلو، والخضره ما شاء الله. بابا غنوج ما شاء الله تبارك الله، وهنجمع مع بعض من على الشجر اهو. لسه صغير نونو.
وده يا حباب قلبي في اخر جولتنا بقى النهارده معاكم. في ناس حبايبنا زارعين دور اخضر، فاحنا جبنا خشب اهوت وولعناه على جنب كده، وهنحط عليه الدره دلوقتي هنشويه. وايه واحنا معاكم اهو يا حباب قلبي، هنحط الدره معاكم على النار ونشوف ايه، ونشوف مع بعض وهو بيتشوي على النار. زي ما انتم شايفين يا حباب قلبي لما النار هديت شويه حطينا الدره، ما شاء الله الريحه طالعه جميله، والجو ما شاء الله جميل، الجو رائع، في نسمه هواء حلوه ما شاء الله، وريحه الدره طالعه جميله جدا جدا مع الـ مع الـ مع الـ الفحم ده ما شاء الله تبارك الله. والله يا حبيب قلبي القعده دي بقى كانت محتاجه كوبايه شاي، وعاوزاكم معانا. شايفين يا حبيب قلبي ما شاء الله تبارك الله ان الذره قرب يشوي على النار اهو، وريحته طالعه ما شاء الله تبارك الله جميله، وفيه واحد اتحرق اهو. والله يا حبيب قلبي جوله رائعه، مش عايزه اقول لكم والله العظيم الواحد اتفسح واتمتع احلى متعه في الدنيا. والله الجو الريف ده جميل قوي 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 ما شاء الله تبارك الله، جميل حاجه 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 ما شاء الله تبارك الله. واحنا من غير دعمكم ولا حاجه يا حبيب قلبي، وربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا، واللي ما اشترك لناش في القناه يشترك لنا في القناه. والله يا حبيب قلبي القعده دي محتاجاكم، مش عايزه اقول لكم الواحد بصي ما شاء الله تبارك الله، القعده محتاجاكم 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 حقيقي. ها قلب ده انا قلبته، وش محروق وش مسلوق في الضلمه بقى، مش عايزه اقول لكم شغل ايه عالي. وفي نهايه جولتنا يا حباب قلب النهارده بعد ما خلاص شوينا الذره وطلعناها كله من على النار، بنقول لكم بقى ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، والى اللقاء في فيديو اخر، ودمتم في امان الله.